عليكم، اهلا بيكي في ديري، لاباس عليكم، كل شيء بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد، روتين جديد، احداث جديده في القناه. اليوم لا روتين ديالنا كيف ما كتشوفوا، انا شعري مشعكك. مشيت اول حاجه درت الصباح، جمعت حوايجي ومشيت للحمام، قلت خاصني ضروري نتسولاجا ونرتاح. عاد باش جيت هنايا كتبان لكم ماما بغينا زعما نوقفوها شويه، نعاونوها حتى توقف وتحرك واحد شويه، حيت صعيب ان الانسان يبقى هكاك ديما ممدود وما كتقدرش تاكلش هكا الدرام. ملي كتاكل شي حاجه كتبقى مستوكيه ليها في كرشها، ما كتحرك ما والو، داكشي علاش. و طالنا لها شويه في الرجيلات، حكينا لها رجيلات غسلناهم، وها نتوما مع لا فيديو. واستغليت الفرصه انه اليوم معايا عادل في الدار، راكم عارفين الويكاند ما كيخدمش، وقلت علاش لا نستغلوا الفرصه انه يعاونني نوقفوها شويه وترتاح واحد شويه وتوقف على ديك الرجيله الاخرى، باش ما تحركش رجل لي مهرسه، ولكن على الاقل الدم يدور والدوره الدمويه تدور وتحرك شويه العروق يتحركوا حتى هما. عرفتوا عادي المسكينه كيهزها كلها وكيوقفها باش كنقدروا، باش كتقدر زعما ترتاح شويه. وجربنا الكرسي بحال اللي غتشوفوا في لا فيديو باش نعرفوا واش تقدر تجلس. المهم شويه بشويه نبقاو معاها، كل نهار نوقفوها شويه نحاولوا نجلسوها في الكرسي حتى ان شاء الله غتبرج جرحها وغتولي تجلس. وديك الساعه راه نقدروا نديروا لا شيز غولون ونبقاو نخرجوها معنا في الماكنه خارجين، لان دابا ما كنقدروش نمشيو حتى شي بلاصه بسبب انها ما كنقدرش نخليها في الدار. راكم عارفين مازال ملي غتكون مثلا كتحرك على الاقل غنديروها معنا في الطوموبيل تجلس في لا شيز غولون في ما مشينا غندفعوا بها، وحتى تبرا ان شاء الله تولي تمشي على رجليها. هادشي ما كان نخليكم على فيديو، ما تمشيو حتى بلاصه، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، ما تنساونيش ملي كومونتير ديالكم، واخا يكونوا غير قليب نسيتوني ملي كومونتير. لي فيديو الاخرانيين كاملين ما فيهمش لي كومونتير بزاف، دعموا خصكم. وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومع صحاباتكم ومع العائله، وخليكم على فيديو. كاين واحد لا روتين حتى هي ان شاء الله غادي نجمعوا الدويره ونقادوا الامور وندير واحد النيتواياج، واحد التنظيف اللي هو تحفيزي، واحد الروتين اللي هو تحفيزي وحماسي للدار، ونقيو دويرتنا ونقادوا الامور ونعطروا ونجمعوا الدنيا كامله باش في العشيه ان شاء الله نتهلاو عاوتاني في راسنا. وكيف ما كنقول لكم دائما نتهلاو في راسنا بابسط الامور ونتهلاو في راسنا باي حاجه موجوده، ونقولوا بسم الله وربي كيكمل. ما تمشيو حتى بلاصه، خليكم على فيديو. Thank you.
انت اش يزيرك الزحيم راه الالعاب ديالك اليوم نو ني الغلاقة نضربها ندير الرجل الاخرى داكشي والله راه عزات ليا يلا نمشيو نلعبو سيدي يلا يلا باي باي عندك 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 هزا الله كتشوفوا دابا راه جيت للدريسينغ سيلي خوات ليا شبكه ديال اللعب في الصباح منين بدلت ليها البسه مشطلها شعرها وجدتها باش تمشي ليكول خوات ليا دوك اللعب كاملين دارت لي واحد التماره عاد مشات ليكول يعني خلات ليا ضروري تخلي الشقه ما حدا ما تجلسش في الدار دير ليا الشقه صايبات الصباح قدت الامور عاد مشات ليكول ايوا صافي غنجمعوا هنايا الدريسينغ عندها الدوزون الباقي ديال الدار الصراحه اختكم دقدقه مسخسخه شنو نقول لكم هذه الناس هذه ما كنعسش مع سيليا مريضه كتسهرني بالليل ايوا وبالنهار ما يمكنش ليا الصباح نعسى راكم عارفين خصني نوض عاد نوجد الفطور عاد نطلع عاوتاني على ما نعطي الدواء عاد بزاف ديال الامور ما يمكنش ليا اصلا الصباح نعسى ويلا بالضبط خصني نفيق ضروري
تشوفوا معايا شحال ديال الخمره كتخرج من الحوايج في النشافه. دابا درت هذوك باش ينشفوا ديجا من الصبمين. شوفوا 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 واو 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 احبابي، هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. تهلاو لي في راسكم، نهاركم مبروك احبابي. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غتكون غدا بموتيفاسيون جديده، بطاقه جديده، انرجي بوزيتيف تكون بزاف عاليه. هذا الشيء اللي كاين احبابي بالنسبه لا فيديو. كيف ما قلت لكم ما تنساونيش ملي لايك ديالكم بحال اللي قلت لكم في الاول لا فيديو، ما تنساونيش ملي كومونتير ديالكم. نهاركم مبروك احبابي، بيزو كبيره، باي.